ان يكون في جيل ناشئ عنده شخصيه سويه بدون اي معاناه او مشاكل نفسيه. ده الهدف اللي بتسعى ليه الدوله منذ تنفيذ المشروعات او مشروعات الاسكان الجديده اللي بتم تنفيذها. وده اللي اشار ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته اثناء افتتاح عدد من المشروعات السكنيه المتنوعه في مدينه بدر امبارح، بان المشاريع الجديده المتعلقه بتوفير سكن كريم للمواطنين بتخلي المواطن من بدايه النشاه والطفوله يعيش حياه ادميه، حاسس بقيمته وتقديره في بلده. خلونا نحلل الرساله دي من الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي اللي موجود معانا عبر الزوم. برحب بحضرتك، صباح الخير. صباحك جميل يا استاذ محمد. صباح النور يا دكتور. صباحك جميل يا فندم. ازاي حضرتك استقبلت رساله الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح بخصوص نشاه الاطفال في بيئه وسكن راقي؟ اولا انا كنت فخور ان على راس الدوله المصريه رئيس الجمهوريه بنفسه بيتكلم في ملف العشوائيات. انا هحكي لحضرتك تجربه سنه 2008 بنفسي، كنت بعمل بحث عن العشوائيات في مصر. جميع الجهات الحكوميه اعطتني ارقام متضاربه، يعني الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء في 2008 قالوا لي ان في 1034 عشوائيه في مصر. المركز القومي للتخطيط قال لي ان في 1109. الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء قال لي دول 1200. يعني لك ان تتخيل التخبط اللي كان موجود في عده جهات حكوميه. كون يبقى في رئيس الجمهوريه بنفسه قاعد متابع الملف ده، هي مش خطوه في البناء بتاع الاسكان، هي خطوه حقيقيه في بناء الانسان. لان الانسان المصري بالفعل كان زي ما حضرتك قلتي في مقدمه الكلام، محتاج يبقى عنده مفهوم ايجابي حوالين ذاته، محتاج يحس بالادميه، محتاج يحس بحقوق. واللي بيحصل ده هو ده حقوق الانسان، حقه في المكان، حقه في الرؤيه، حقه انه يتنفس هواء نظيف، حقه انه يشرب كوبايه ميه نظيفه، حقه ان ما يبقاش فيه تلوث سمعي وتلوث بصري حوالين منه، حقه انه يبقى قاعد مستشفى من الامراض. يعني الاماكن العشوائيه كل قناه فيها تقريبا عندهم يا اما حمى الضنك يا بلهاريسيا يا انكلستوما يا انيميا يا مرض اديسون يا الجرب يا التهابات رئويه يا فشل كلوي يا التهاب كبد وبائي يا قلب يا ضغط يا سكر. يعني كانوا معبئين بالامراض، كانت بيئه حاضنه للموت، كان بيجتمع فيها الفقر والمرض والجهل، وللاسف ده كان بيورث عبر اجيال. واسمح لي يا دكتور، مع كل هذه الحقوق اللي حضرتك بتقولها دلوقتي، لما يطلع الطفل ويطلع الشاب سليم الحواس معافي البدن، بيبقى عنده حتى ملكات ادراكيه عاليه، لما يبقى عنده موجود مكتبه ومكتب بريد ومركز شباب بيلعب فيه رياضه، كل ده بيخليه مكتمل النمو ومتعافي الحواس، وده شيء جيد جدا بيساعده حتى في القدره على الانتاج. لما يقعد في مكان نظيف ومكان راقي، ما هوش مكان بؤره لتجمع المجرمين والهاربين عن القانون زي ما كان بيحصل في الاماكن العشوائيه، هيعيش مطمئن النفس، هيعيش امن على نفسه، هيقدر حتى لما يجي يشتغل يلاقي وظيفه مناسبه، لان الاماكن المستحدثه دي كلها فرصه للمستثمرين، مفيش مستثمر هيعمل مشروع في مكان عشوائي، فهتقضي معاه على البطاله، هيطلع يقتاد، هيطلع يبقى معاه فلوس، هيطلع يشتغل يفتح بيت، لما يروح يتقدم لوحده علشان يتجوز هتوسع عنده فرص الجواز، لان مفيش حد هيرفضه وينبذه يقول ده جاي من منطقه عشوائيه، حتى قرايبه. يعني شفنا بعض الاحيان كان في ناس عايشه في البيئات المحرومه قرايبهم ما بيتواصلوش معاهم نتيجه المكان اللي هم فيه، فده حتى هيعمل على زياده التمسك الاجتماعي وعلاقه الوجه لوجه وسلوك الانسنه بين افراد الاسره الواحده، يعني سوشيال سبورت ودعم اجتماعي، وهيخفف حده القلق والتوتر اللي موجود عند الشباب. احنا لقينا ان كل اللي قاعدين في الاماكن العشوائيه بيتسموا بالعصبيه المفرطه، يعني يبقوا قاعدين في مكان ضيق جدا وحسهم عالي ويزعقوا لبعض مع انهم سامعين بعض كويس. صحيح. انما نتيجه العصبيه لما يقعد بقى في سكن ادمي زي اللي احنا شفناه في الاسكان الاجتماعي مريح نفسيا للاستاذ رئيس الجمهوريه، هيبقى اهدى اعصابا، هيبقى يعرف يعامل ولاده بصوره تربويه كويس، مش هيبقى فيه تفكك اسري، مش هيبقى فيه خلافات زوجيه، مش هيبقى فيه تحرشات جنسيه، مش هيبقى فيه ادمان للمخدرات، كل ده حضرتك بيقضي على معدلات القلق وينخفض معدل الاصابه بالاكتئاب. وشفنا حالات كتير جدا من اللي بيتعاطوا مخدرات في الاماكن العشوائيه ادت بيهم للانتحار او للقتل في بعض الاحيان، فده برضو ان شاء الله ينعكس بصوره او باخرى على معدل الحياه، ان الانسان يعيش فتره زمنيه اطول ويستمتع بجوده حياه اعلى نتيجه ان هو عايش في حياه كريمه. اللي بيحصل ده بناء للانسان
لأول مرة المواطن المصري يستشعر العدالة الاجتماعية، إنه قاعد في سكن آمن مش محروم من المعيشة. وده يا دكتور وليد اللي كنا بنتكلم فيه، بيعيش حياة كريمة زيه زي أي حد. عظيم. ودي أبسط حقوق الأدمية، ودي مجموعة كده من الحقوق اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي، يؤكد إن الدولة بترسخ لمفهوم جديد لمفهوم حقوق الإنسان، هو مفهوم أشمل وأوسع، مش حق الإنسان في العيش فقط، لا ده في جودة الحياة. بالظبط كده، هو حقه في الاستمتاع بمباهج الحياة، حقه ان عينيه لا ترى سوى ما هو جميل، حقه في ممارسه الانشطه، حقه في بناء الذات، حقه ان يشوف ابنه بيطلع وبيترعرع وبيكبر في بيئه صالحه ليه. وبعد كده هو بعد ما كان بيحصل تسرب من التعليم، وكانش بيحصل تعليم من اساسه، وفي محو، ويبقى في اميه في الاماكن المحرومه، دلوقتي الولد ممكن يدخل مدرسه وممكن يتعلم وبقى عنده الدوافع للكلام دوت. وبعدين حضرتك تعالى شوف كم المشاكل اللي كانت موجوده في الاماكن العشوائيه اللي تتنافى كل النفي مع الحقوق الادميه للانسان على الارض. شوف شوف مشاكل الصرف الصحي، شوف الابيار بتاعه الترانشات بتاعتهم، شوف مشاكل الميه، ما كانوش بيشربوا حتى ميه نظيفه، ده كان علشان يملوا ميه يتنقلوا من مكان لمكان وشاربين جراكن في ايديهم. فين حقوق الانسان في الكلام ده؟ حق الانسان في معيشه رغده، حق الانسان في الصحه، حق الانسان في التعليم، حقه في العيش حياه كريمه، دي اسمى الحقوق الانسانيه اللي بتنادي بيها كل الدساتير العالميه. حقه كمان يا فندم في تغيير اسم المكان اللي هو عايش فيه. النهارده بيحصل على كل المكتسبات دي من غير اي مجهود يعمله، وبالمناسبه المكتسبات دي جايه من مجموعه اجراءات، يعني الانجاز اللي احنا شايفينه على الارض دوت ده مش مجرد مباني وبس، ده ورا منها حزمه من التشريعات، ورا منها جهد من المسؤولين، ورا منها مناداه بعدم الزياده السكانيه بصوره مطرده، ورا منها مكافحة البناء العشوائي واستغلال الأرض الزراعية في البنى، ورا منها إن احنا بنعمل مدن في الظهير الصحراوي. يعني هي حزمة من الإجراءات أدت إن المواطن المصري ياخد حقوقه لأول مرة يمكن من ثورة يوليو، المواطن المصري يعيش حياة كريمة بعدالة اجتماعية بمساواة مع كل أقرانه. يعني مواطن مصري عنده طبعا يعني سوى نفسي، يعني زي ما بيقولوا. دكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي، أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا عبر هذه المكالمة.